يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حذرتم من بعض رسائل الجوال، فهل يدخل في ذلك من أرسل رسالة فقال فيها كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، وقال أرسلها إلى 10 أشخاص ولك الأجر؟ نعم، يدخل في البدعة، يعني تحديده 10 أشخاص هذه بدعة، هذا التحديد بدعة. نعم.